عودة المشهد الأمني المتدهور إلى الواجهة في عدن يعمل على إعاقة جهود السلطات المحلية في محاولتها إعادة تطبيع الحياة. ولعل تقويض الأمن في المدينة هو المحور الذي زاد من التكهنات عن الجهات التي تقف وراء تلك العمليات الهادفة إلى إرباك المشهد العام بعد أن عادت إليها الحياة منذ أشهر عقب تحريرها من قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. محاولة اغتيال جديدة استهدفت محافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي ومدير الأمن شلال شايع، وتضاف إلى عمليات سابقة استهدفت ذات القيادات في السلطة المحلية ومسؤولين مدنيين وعسكريين آخرين. العملية التي استهدفت محافظ عدن ومدير الأمن جرت خلال مرور موكبهما من مديرية المنصورة، حيث خلفت قتلى من المهاجمين للموكب وجرحى من الحراسة التابعة للمحافظ عيدروس الزبيدي. تكرار مثل هذه الحوادث الأمنية تمثل عائقا حقيقيا أمام عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كلي والبدء في إعمار المدينة وكافة مشاريع التنمية. استمرار تدهور الوضع الأمني في عدن يجعل الحياة العامة أكثر قلقا من أي وقت مضى، وهو ما يضع قيادة السلطة المحلية والحكومة في مرحلة اختبار حقيقي في ضبط الأوضاع، خاصة في المدن المحررة التي تتربص بها الميليشيا والمخلوع تحت شعارات ومسميات كثيرة.